برحب بيكم بحلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن أهم النصائح والتحذيرات والتوقعات لبرج السرطان بناء على طلبكم لشهر مايو 2023 للأسبوع الثالث، والأسبوع اللي فيه تقلبات وحركات فلكية كتير جدا جدا هنتكلم عنها وعن تأثيرها على برج السرطان. هو الخبر اللي مش حلو قوي ان يوم 21 الشمس هتتنقل لبرج الجوزاء، وده يعتبرش خبر حلو لبرج السرطان لان قمر الجوزاء القمر والشمس هتنقلوا لبرج الجوزاء، وده يعتبر يعني وقت مرهق شوية لبرج السرطان. بس خلونا نتكلم ان ديتيلز. قبل ما نبتدي في الفيديو قولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه. لو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، لو بتتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو، واعملوا لي فولو على الانستجرام على رشا مراد اندرسكور، وعلى الفيسبوك على رشا مراد بالعربي وبالانجلش. اوكي طيب قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. هديكوا اوبشنز: برج الحوت، برج الثور، برج الجدي، برج القوس، برج الحمل. اختاروا برج من الابراج دي يا جماعه. طيب برج السرطان، خلونا نقول الشمس موجودة في برج الثور لسه لحد يوم 20، بعد يوم 20 هتنقل لبرج الجوزاء الترابي، فانت حاول تستغلوا الاسبوع الاخير ده لمصلحتك لان شمس الثور شمس صديقة ليك. بس الخبر الحلو جدا جدا بالنسبة لكم ان النهاردة عطارد بدأ في حركة تقدم، فعطارد تقدم عطارد بيخليك في وضع عملي قوي جدا جدا، بيزبطك في العمل في الشغل، عندك شهرة ايجابية، الناس بتثني عليك، بتتكلم عنك حلو جدا، عندك انطلاقة قوية، بدايات جديدة. فمن اول النهاردة من اول الساعة 8 بالليل اوريدي عطارد اتنقل لبرج يتقدم في برج الثور، وده يعتبر حاجة يعني بتشيل صعوبات عليك، بتشيل مشاكل في الشغل، عندك شهرة ايجابية، عندك انتشار، الناس بتتكلم عنك حلو جدا جدا يا برج السرطان. طيب النهاردة اللي هو 15 و16 لحد يوم نص 17 قمر موجود في برج الحمل. طيب قمر الحمل بيعمل لك ايه يا برج قمر الحمل يا برج قمر الحمل يا برج السرطان؟ بيخليك ايه يعني، بيخليك عليك ناس بصالك، عندك طاقة حسد، عندك طاقة حقد، عندك طاقة يخرب بيت وبصوا بيعمل ايه، الناس عمالة تبصلك وتتكلم عنك، سواء بتتكلم عنك بطريقة ايجابية او بتتكلم عنك بطريقة سلبية. فخلي بالك ان عليك اضواء كتير يا برج السرطان، الناس بتتكلم عنك، يعني لو عملت حاجة حلوة الناس هتسقف لك تقول برافو وبصوا عمل ايه، لو عملت حاجة مش كويسة الناس تقول فالاضواء دي بتبين عيوبك قوي او بتبين مميزاتك جدا. كمان احذر على خلاف مع حد ذوي اهم اشخاص عندهم مسؤوليه او اهميه في حياتك، ممكن زوج او زوجه، ممكن اب او ام، ممكن يكون شخص عنده سلطه، ممكن يكون مديرك في الشغل، ممكن يكون القائد بتاعك، فخلوا بالكم كويس جدا جدا. بس الحاجه الحلوه ان عندكم يعني اضواء كده، الناس بتتكلم عنك حلو، شكلك حلو، كاريزمتك حلوه، الناس عليك كده اللايت سبوت لايت، بصوا عمل ايه، بصوا حلو ازاي، بصوا شخصيته قويه ازاي، فمميزاتك هتبان حلوه قوي وعيوبك هيبقى في سبوت لايت عليها، بيقولوا بصوا عمل يعني العيوب كمان هتبان، فركز كويس قوي على انت بتخرج ايه. فالطاقه دي موجوده يعني عليك، عندك ظهور كده، عندك باين كده واضح اللي هو برضو عندك طاقه حسب، بلاش تتكلم عن نفسك، عندك طاقه حقد، ناس حاطه حينها عليك، ده قوي جدا برج السرطان. روحانياتك عاليه كمان قوي قوي في الثلاث ايام دولت، لا هو روحانياتك عاليه الاسبوع ده، برج السرطان اصلا كده كده برج روحاني جدا، فاللي انت بتفكر فيه بيحصل، اعملوا لو اوف اتراكشن كتير يا برج السرطان، اعملوا تخاطر روحي اللي بتفكر فيها يحصل، فكر بطريقه ايجابيه على اي حاجه نفسك فيها. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه، لو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك واعملوا لي فولو على الانستجرام. طيب يبقى خلي بالك من برضو خلاف مع شخص عنده سلطة، عنده نفوذ، عنده مسؤول، لان ده ممكن، وخلي بالك ان انت ما تعملش حاجة غلط، لان عملت حاجة غلط بقى ايه هتعمل لك زفة برج السرطان، يعني بلاش تخالف اي قانون، بلاش تعمل حاجة غلط، تركزوا جدا جدا جدا. طيب يوم 18 و19 من اول الساعة 3 يوم 17 بعد كده 18 و19 القمر موجود في برج الثور، فالشمس في الثور، القمر في الثور، المشتري كمان في الثور، فأورانوس موجود في الثور، فده عامل لك يعني ايه ولا احلى ولا اروع. وعندنا نيو مون كمان في برج الثور يوم 19، فده بيدي لك بدايات جديده، بدايه مشروع جديد، بتعمل حاجه ليها علاقه بموهبه عندك، ليها علاقه بالرسم، الموهبه دي هيبان الثمار بتاعتها بعد 6 اسابيع او 6 ايام او 6 شهور، في رقم 6. عندك احتفال، عندك لمه حلوه، الناس بتتكلم عنك كويس، عندك شهره، عندك انطلاقه. يعتبر 3 او يومين حلوين جدا جدا، يعني جمعه وسبت الجايين
عيش احلى ايامك يا برج السرطان. عندك كاريزما، شكلك حلو، مهتم بنفسك، مهتم بالستايل بتاعك، مهتم بشكلك، وبرج السرطان هيبدا يهتم بشكله كويس قوي. مبسوط، فرحان، حاسس بثقه في نفسك، حاسس باستحقاقك، عارف ان انت بتستحق حاجه كويسه. عندك احتفال بحاجه حلوه، هتبقى باين قوي، ناس بتتكلم عنك كويس، بتسمع مدح، بتسمع مديرينك هيبقوا راضيين عنك، الاشخاص ذوي السلطه، باباك ومامتك، الحبيب بتاعك، عندك علاقات رومانسيه، حب. بس حاول تتحرر من الماضي يا برج السرطان، يعني نصيحتي العاطفيه تحرر اي طاقه تعلق بالماضي، طاقه تتعلق بالماضي مش لمصلحتك، بص لقدام ما تبصش لوراك. كمان شايفه فلوس حلوه بتجيلك، بتبتدي مشروع، عندك بدايه جديده، يوم يوم بيديك بدايه جديده. والخبر الحلو كمان ان يوم 20 المريخ هيتنقل من برجك، المريخ برده كان عامل ضغط عليك لبرج الاسد، ودي حاجه ايجابيه وحاجه قويه جدا جدا، يعني اي ضغوطات، اي زعل، اي خلافات، اي مشاكل، اي ستريس، تسرع، يعني تهور، هوجائيه، عشوائيه، كل ده هيروح، لان المريخ كان مخليك، كان مخليك مودي، كان مخليك متعصب، كان مخليك متنرفز، كان مخليك يعني متضايق. فانتقال المريخ لبرج الاسد ده برده لمصلحتك جدا جدا. نبدا بقى من يوم 20 ل 21، تحذر جدا يا برج السرطان. الشمس هتتنقل لبرج الجوزاء، القمر هتنقل لبرج الجوزاء، ممكن تحس ان انت بقى ايه مودك مش حلو، اوت اوف ذا مود، يعني يوم السبت والحد حاسس ان انت متضايق، زعلان، مخنوق، متعصب، مشاكل كتير بتظهر قدامك، حوارات، قيل وقال، كلام حواليك كتير، زعلان، متضايق، قلقان، مرتبك، مضغوط جدا جدا يا برج السرطان، حد يقول لك كلمه ممكن تزعلك، سريع الغضب، مرتبك قوي، مشدود، ممكن يحصل انفصال او خناقه او ارتباك، يا اما عندك وعند البارتنر، مع البارتنر بتاعك، يا اما البارتنر بتاعك او حد بتحبه ينفصل عن حد تاني، فعندك في انفصالات كده موجوده في حياتك يا برج السرطان. يعني بتسمع خبر مش لطيف، حد تحس ان انت يعني اتجنبوا اي مشاكل، اتجنبوا اي خلافات، اتجنبوا اي زعل، عندك مودك وحش، متقلب كده، تحس ان عندك تقلبات كتيره، متضايق، مش زعلان، خليك مرن في اليومين دولت، يعني يومين صعبين جدا جدا. طيب يبقى افضل ايامك يوم من نص 17، يعني من الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره، يوم 17 اللي هو يوم الاربعاء، 18 الخميس، 19، دول افضل 3 ايام، حس بجاذبيه بقى، عندك كراشز كتير، عندك عروض حب، عندك رومانسيه، عندك كمان شايف عندك عرض شغل، ممكن يجي لك انترفيو، الناس بتدور على شغل، ممكن يجي لك فرصه عمل، جاي لك فلوس حلوه يا برج السرطان، عندك حركه بيع او شراء، ممكن تبيع حاجه نفسك فيها، تشتري حاجه نفسك فيها، عندكم كمان فرصه سفر اخر 10 ايام، باي ذا واي برج السرطان الراجل عنده فرصه سفر، عندك بيع او شراء، عندك بدايه جديده يوم 19 لان في نيو مون في برج التور وده لمصلحتك، عندك بدايه مشروع جديد، ممكن المشروع بتعمل فيه هوايه ليها علاقه بالرسم، ليها علاقه بهوايه، يعني تعمل مشروع ليه علاقه بهوايه او حاجه انت بتحبها او حاجه انت شاطر فيها. شايفاك بتتحرر من وحده، بتتحرر من زعل، بتتحرر من طاقه قلق، من ارتباك، بتحب، في طاقه حب عندك، في طاقه بدايات جديده في الحب، بس تحرر من اي حاجه ليها علاقه في الماضي، في شخص جديد ممكن يطلب منك حب او يطلب منك ارتباط عاطفي او ممكن يطلب منك بدايه جديده. بس انا بقول لو جالك شخص جديد وشخص قديم اختار الشخص الجديد يا برج السرطان، ولا تنظر الى الماضي، الماضي مش في مصلحتك اطلاقا. مش شايفه ان انت ممكن تتعرف على شخص جديد، شخص جديد يلفت انتباهك، خاصه العزاب او منفصلين، في شخص جديد هيعجبك، شخص ده برج، وبرج ترابي، ممكن يكون برج العذراء او برج الجدي او برج او السرطان زيك او التور او العقرب، في شخص من برج مائي او برج ترابي، يا برج العذراء، يا برج قصدي سوري يا برج في حد بيقول اعملي برج العذراء، عملته من شويه، يا برج السرطان هيدخل حياتك شخص ممكن يكون يعني هيبقى فيه صفات كتيره مشتركه، شخص بس من صفاته ان هو غامض، من صفاته ما بيتكلمش عن نفسه كتير، من صفاته ان هو صعب التاثير على هذا الشخص، شخصيته قويه، عنده ايجو، الشخص ده عنده ايجو جدا. طيب انا شايفه يعني بصراحه حركات كتيره، يعني جوبيتر او المشتري اللي هتنقل للتور ده داخلك في بيت المساعدات، بيت الدعم، بيدعمك، بيقدم لك مساعدات، بيقدم لك حظوظ، بيقدم لك فلوس حلوه، برج السرطان على فكره دخلك هيزيد، في مصدر رزق جديد هتكتشف، في حاجه جديده هتساعدك ان انت تعمل فلوس. بس كمان شايفه ان عطار تقدمه هيقدم لك نجاح في العمل، علو شأن، ترقيه، عندكم ترقيه، اسمك هيظهر، هتلمع، عندك انتشار، عندك شهره،
الناس اللي بتشتغل فيها علاقه بالفن، المغنيين المطربين، السوشيال ميديا، الناس دي عندكم شهره، عندكم انتشار، عندكم اسمك بيلمع كتير جدا جدا يا برج السرطان. كمان اي عصبيه او اي ضغوطات كان عاملها المريخ هتتخلصوا منها. انا شايفه ان انت كمان عندك بدايات جديده، البارتنر بتاعك هيبقى بيحبك، بس تحرر من الماضي يا برج السرطان، ما تبصش للماضي. واي حاجه ليها علاقه بالمساعده هتكون مصلحتك، يعني لو انت ساعدت حد يعني في كارما هترجع لك، لو حد ساعدك برده دي حاجه كويسه جدا، وخليك شايل الجميل للشخص ده وارجع ساعده تاني. هتعرف على علاقات جديده، عندك اشخاص جديده تدخل حياتك، يعني هيبقى اجتماعيا هيبقى عندك ذكاء اجتماعي قوي جدا، هتعرف على ناس جديده، هتقابل ناس جديده، هتساعد ناس كتير يا برج السرطان. شايفاك بتهتم بالعيله وبتهتم ببند العيله، ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه لك. بس يوم 21 و20 اتجنب اي صراعات، خلافات، مشاكل، حوارات، مناقشات حاده، ديسكشنز حاده، ضغوطات، خناقات، يعني اخر 10 ايام ممكن يكون عندك فيهم قلق يا برج السرطان. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عندك هوايه برج السرطان وعايز تبتدي بيها مشروع جديد، بشجعكم ان الهوايه دي هتنجح فيها وهتقدر تحقق فيها حاجه مهمه. انا شايفه ان في هوايه انت عايز تحولها لمشروع، ودي حاجه انا بشجعكم عليها ان شاء الله باذن الله هتكون مصدر دخل ليك. جاست ابتدي، حاول انت تفهم بدايه، يعني ابتدي بس ستارت، ما تكسلش يا برج السرطان، ابتدي واستخدم الهوايه بتاعتك دي لمصلحتك. كمان شايفه ان ممكن حد يكون زعلان منك او في شخص يلومك، تقبل الانتقاد يا برج السرطان، وشوف الشخص اللي زعلان منك اتكلم، احكي، شوف الشخص زعلان منك في ايه. ممكن شخص من برج ترابي يطلب منك المساعده، زي برج الثور او زي برج العذراء او السرطان، يطلب منك ان انت تساعده في حاجه، تقدم له دعم، تقدم له، تشاركه في حاجه، فبليز ما تتاخرش في مساعده هذا الشخص. بتمنى لكم السعاده. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر مايو، هديكوا اوبشنز. برج الثور، برج الجدي، برج القوس، برج الحمل، برج الحوت، اختاروا برج من الابراج دي الدلو. بليز كمان ما تنسوش تابعوني على الانستجرام، على الفيسبوك، على اليوتيوب. ويا جماعه الحجز قراءه خاصه او استشاره عاطفيه او جلسه تخاطر روحي او كورس تخاطر روحي، بليز تبعتوا ايميل، وان اوف ماي تيمز هيرد عليكم. شكرا، باي، مع السلامه. بحبكم جدا يا برج السرطان، وبليز تعملوا لي فولو على الانستجرام على رشا مراد اندرسكور.